حظي مورد الغاز الطبيعي حاله حال غيره من القطاعات الاقتصادية الواعدة في سلطنة عمان بنصيب وافر من العناية، وتم دعمه بالأنشطة والعلاقات التجارية التي لازمت سلطنة عمان عبر تاريخها العريق من خلال توفير كافة عناصر الدعم له، ليشكل بالإضافة للنفط المصدر الأهم لموارد الدولة طوال السنوات الماضية. وتم اكتشاف حقول الغاز الطبيعي بكميات كبيرة في عام 1989، ومنذ تلك اللحظة وسلطنة عمان تهيئ كافة الإمكانات المتاحة لتكون منطلقاً لجهود التنوع الاقتصادي ودعم الاقتصاد الوطني. وفي عام 1994 أصدر السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه مرسوماً سلطانياً سامياً بإنشاء الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، وتم اختيار ولاية صور موقعاً لإنشاء مصنع الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال. وبدأت في عام 1996 أعمال إنشاء المجمع الصناعي للشركة بمدينة قلهات بولاية صور، وبدأت عمليات إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العام 2000. يمر الغاز الطبيعي في سلطنة عمان بسلسلة من المراحل تنتهي بوصول الغاز إلى مصنع الشركة، ليخضع هناك للتسييل وينقل عبر سفن أعدت خصيصاً لهذا الغرض إلى شتى أنحاء العالم. فأنشئت شركة أخرى بهدف تعزيز مكانة سلطنة عمان في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي، سميت شركة قلهات للغاز الطبيعي المسال. وفي عام 2013 دخلت صناعة الغاز في السلطنة حقبة جديدة من خلال اندماج الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وقلهات للغاز الطبيعي المسال، ليصبحا كيانا متكاملا تحت مسمى الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال. وعلى مدى 22 عاماً قامت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال بتزويد العالم وتزود المنازل بمصادر الطاقة، لتساهم في توفير العديد من الفرص الصناعية والاستثمارية والتجارية للعالم. وعلى المستوى المحلي دعمت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز القيمة المحلية المضافة وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. فمنذ طليعة إنشائها خصصت الشركة 1.5% من صافي الدخل لبرنامجها الطموح في الاستثمار الاجتماعي، وأسهمت في دعم النسيج الاجتماعي والاقتصادي لسلطنة عمان.